مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. بعد إطلاق وكالة بيك هيو الجديدة، أفيد أن I&B 100 سيتعاونون بشكل متبادل مع وكالة SM للترفيه في المستقبل. سوف يقوم I&B 100 بإدارة الأنشطة الفردية لبيك هيون، شيومين وجين، بالإضافة إلى أنشطة وحدتهم كX وCBX، بينما ستقوم وكالة SM للترفيه بإدارة أنشطتهم الجماعية كفرقة إكسو. شارك مصدر من I&B 100 قائلا: إن أعضاء CBX الذين يدخلون عامهم الثالث عشر من الأنشطة هذا العام فكروا مرارا وتكرارا وطرحوا أسئلة مختلفة حول المستقبل. استمرت العديد من المبادرات فيما يتعلق ببيئة الكي بوب العالمية المتغيرة بسرعة، بالإضافة إلى خطط الحياة كفنانين بعد العشرينات من عمرهم، وتعتمد بداية هذه العلامة على مداولات طويلة الأمد وتطلعات الأعضاء. وتابع: نحن نخطط لتسليط الضوء على السمات والألوان الموسيقية للأعضاء، وبالمضي قدما سنلعب دور خط البداية للأعضاء لخوض التحديات والتجارب الإبداعية للتواصل مع المعجبين في مختلف الاتجاهات ومن أجلهم. إنتاج الفيديو والإنتاج الموسيقي أنشطة والتي كانت أحلامهم منذ فترة طويلة. كما أصدرت وكالة SM للترفيه البيان التالي: مرحبا، هذه SM للترفيه، نريد أن نعلمكم بخصوص اتجاه أنشطة إكسو المستقبلية. للمضي قدما سيواصل جميع أعضاء إكسو الثمانية أنشطتهم معا كفرقة إكسو، بالإضافة إلى عرض الموسيقى والعروض الجديدة، فإنهم يخططون لتحية المعجبين دون تغيير من خلال اجتماع معجبي إكسو المقرر في أبريل، وكذلك من خلال الأنشطة المختلفة. على وجه الخصوص العقود الحصرية مع الأعضاء الذين جددوا عقودهم لا تزال سارية، وديو دو كيونغ سو الذي انتهى عقده الحصري وافق على المشاركة في أنشطة إكسو، ونحن في نقاش مستمر بشأن الأنشطة المستقبلية. في حالة شين، كيم جونغ داي، بيك هيون، بيون بيك هيون، شيومين، كيم مين سوك، اتفقنا على تمكين الفنانين من المضي قدما بشكل منفصل في حالة الأنشطة الفردية بموجب العقود الحصرية المذكورة آلاه. كما كان الحال من قبل، تخطط فرقة إكسو للتواصل مع المعجبين من خلال الموسيقى والأداء الجيد، لذا يرجى إظهار الكثير من الاهتمام والدعم لأنشطة الأعضاء. ستعمل الوكالة بجهد أكبر لدعم إكسو، بالإضافة إلى أنشطة ونمو كل عضو. شكرا لكم. بالإضافة إلى انضمام إكسو CBX إلى وكالة بيكيو المستقلة، غادر ديو وكالة SM للترفيه بعد انتهاء عقده وانضم إلى وكالة سوسو، وهي وكالة جديدة أنشأها مديره منذ فترة طويلة. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو إيغاسيو كومسان ميدا.